عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نشارك معكم واحد الخبز ديال الفطور والكسكروت، كيجي زوين بزاف، ما عندي ما نقول فيه، بزاف بزاف كيجي حشيش رطب. عندي معلقه صغيره ديال الخبيره، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال الحليب، ونص كاس ديال الماء. وعندي ربعة الكيسان ديال الطحينه بيض، ربعة الكيسان، ما غاديش نعجنها نهائيا البنات، كيجي ساهل وهشيش ورطب وزوين البنات. الخلطه غير هكاك البنات، ما غاديش نعجنها، ما كيحتاج بزاف تعجنيه. انتم معايا، كيجي زوين بزاف. ها هي دابا خلطتها وجمعتها هكاك كيف ما شفتوا، ما كتحتاج تدليك، الا كتلصق لكم في يديك دير ليه شويه الزيت يرطبها. العجين ديالو ما كيكونش قاصح، بالعكس كيكون رطب، الا طيبه كتكون هشيشه ومحلقه زوينه بزاف. هذيك الخبز كيصاوبو في تركيا بزاف، معروفه في تركيا، زوينه بزاف. العجينه ديالي درت ليها السلوفان، نخليها حتى تخمر، وانتم معايا العجين ديالي البنات خمر، ها هو كيف ما شفتو الحجم ديالو طالع. ودابا غير غنديرها في الطاوه، وإلا كاين الوراق ديال الفران ديريها فيه، إلا ما كاينش غتدهني غير الطاوة، دهني غير الطاوة بالزيت. ودابا نديرها في الطاوة ونخليها شوية عاوتاني حتى يخمر، عاد نديرها في الفران. هي دابا خليتها الخبزة ديالي نص ساعة حتى تخمر، ها هو كيبان لكم حتى تخمر. ودابا ندير ليها صفر ديال البيض والمعلقة ديال الزبدة والشانوج والجنجلان، حبس سوداء. واحد كيشنو كيقول لي، كيقول لي الشانوج، كيقول لي يقول لي حبس سوداء. وندهن بالصفر ديال البيض والمعلقه ديال الزبده، ندير ليها دوك البنات ندخلها الفرن. دابا زيت الصفر ديال البيض وحده، المعلقه ديال الزبده، خلطتها مزيان حتى ذوبت الزبده ودهنتها به، ودرت ليها الجنجلان وديك حبه سوداء. نوقف كما كتشوفوا جات زوينه. ودابا ندخلها الفران، الفران شعلته دابا هشي سخون. هي دابا طيبه دغيا دغيا، ما كتعطلش في الفران دغيا دغيا.
حلو بزاف زوين، ما عندي ما نقول فيه، ما عندي ما نقول فيه. جربوا وزرتوا عليها زوينه بزاف بزاف بزاف. هرطبه صايبي في الفطور والكسكروت، وما كتديه بزاف وسهله زوينه بزاف، بحال القطن زوينه بزاف، ما عندي ما نقول فيه. هي زابا شحال زوينه بزاف في الرطبه، وما لصقاش ليا في الطاوة. الا ما كاينش ديك الكعك ديال الفران، ديريها غير زيت الطاوة، ديريها فيه. شحال زوينه بزاف في الرطبه، هي كيف ما كتشوفوا هي زابا بحال القطن، رطبه 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 هشيشه. شحال زوينه بزاف، ما كتدي بزاف كيف ما شفتوا، فيها الحليب و السكر. درت غير معلقه صغيره، ما درت ليها السكر، غير معلقه صغيره. شحال زوينه بزاف لذيذه، نصايبيه هذيك زوينه. ها هي دابا نشوفي لتحت منها، مال طويها طاشا كيف ما كانت، زوينه بزاف. يا تصايبي في الفطور الكسكروت وهشيشه. هي كتشوف كلشي قدام عينيكم، هي كتشوف كلشي. جربوا ترطوا عليا هذيك، عندي ما نقول فيه نهائيا. هذه معروفه بزاف في تركيا، كيصايبوا التركي بزاف اللي معروفه به. عندي ما نقول فيه زوينه بزاف، كلشي كتشوفوا بعينيكم. انا ما كنحط لكم من غير هذاك الشيء اللي كندير، ما كنحط لكم هذاك اللي يلا كنجربها ولا يلا كنتعلمني. هذاك الشيء اللي كنحط لكم نجح 100%. زوينه بزاف، كنتمنى يعجبكم. السلام عليكم.